الخليفة العباسي الذي عرف بفتوحاته العظيمة ومعاركه الساحقة قاد جيوش الإسلام بقوة وحزم في وجه الأعداء، محققا انتصارات كبيرة وضاربا بيد من حديد على كل من حاول الوقوف في وجه دولة الإسلام. ويكفي أن تعلم أن هارون كان يحج عاما ويغزو الروم عاما. كان عصره عصر القوة والسيادة، حيث بلغت فيه الدولة العباسية ذروة مجدها وقوتها، وظلت جيوشه تمزق الأعداء وتحطم الحصون ناشرة راية الإسلام في كل مكان. كانت الدولة البيزنطية تمثل العدو الأكبر للخلافة العباسية، لكن هارون الرشيد لم يكن ليقبل بالتهديدات من جيرانه. أرسل جيوشه القوية في غزوات ساحقة نحو الأراضي البيزنطية، وكانت المعارك لا تعرف الرحمة. الحديد والنار كانا سلاحه في سحق دفاعات الروم، حيث اقتحم حصونهم المنيعة ودك مدنهم دون توقف. قاد بنفسه الحملات العسكرية التي وصلت إلى أعماق الأراضي البيزنطية. كانت جيوشه كالصواعق تقصف حصون الأعداء بلا هوادة. في كل معركة كان الدم يتدفق كالأنهار والسهام تتساقط كالأمطار، ليترك العدو محطما بعد كل هجمة. أشهر معارك الرشيد كانت حصار مدينة هرقلة، حيث واجهت جيوشه أشرس الدفاعات البيزنطية. حشد الرشيد جيشه وأرسل المنجنيقات العملاقة التي كانت تقذف الصخر والنار على أسوار المدينة حتى تطايرت الحجارة والأجساد في الهواء. لم يصمد البيزنطيون طويلا أمام الزحف العباسي، حيث كانت قوات الرشيد تمزق صفوفهم وتحطم أسوارهم كما لو كانت مصنوعة من ورق. تم إحكام الحصار على هرقلة، وكان النار والحديد يتحدثان نيابة عن جيوش المسلمين. تساقط الجنود البيزنطيون كالذباب أمام قوة الجيش العباسي، ولم يكن هناك مجال للهروب أو الاستسلام. سقطت المدينة تحت وطأة الحصار الشديد، ورفعت راية الإسلام على أطلالها بعد أن حالتها جيوش الرشيد إلى أنقاض. وبعد أن نقض الإمبراطور نقفور معاهدة الصلح مع العباسيين، أرسل رسالة تهديدا إلى هارون الرشيد متوعدا بنقض الاتفاقيات والتمرد على الجزية، ولكن الرد لم يتأخر. غضب الرشيد وأقسم على الانتقام، فقاد حملة عسكرية عاصفة نحو البيزنطيين وسحق قوات نقفور بكل قوة. وكان بلاء الرشيد وقوته في هذه المعركة بالشيء العظيم. كان يقاتل الفرسان بكل بأس وشجاعة ويبطش بهم يمنة ويسرى، وأزيدها من نار حربي شعلة وأثيرها حتى تدور رحاها، وأكر فيهم في لهيب شعاعها، وأكون أول واقد بصلاها، وأكون أول ضارب بمهند يفري الجماجم لا يريد سواها. بدأت المعركة بتساقط السهام والرماح، وتطايرت السيوف التي تقطع أوصال الأعداء. كان الرشيد يقف في مقدمة الجيش كالأسد الهمام الذي يتربص لنقفور، يوجه الضربات تلو الضربات حتى سقط نقفور وجيشه في هزيمة ساحقة. لم يبق شيء من جيوش الروم إلا الأشلاء التي تناثرت في ساحة المعركة، وسادت الأرض راية العباسيين من جديد. ولم تكن معارك الرشيد تقتصر على البر، بل امتدت إلى البحر الأبيض المتوسط. جهز الرشيد أساطيله البحرية الضخمة وأرسلها لتطهير البحر من الأساطيل البيزنطية. كانت السفن العباسية تجوب البحر، تحطم السفن البيزنطية وتغرقها، حيث لم يكن للعدو فرصة للنجاة. النيران تشتعل في كل مكان، والأشرعة تتمزق تحت الضربات العباسية. في كل معركة بحرية كان البحر يغلي تحت تأثير قوة السفن العباسية. كان الرشيد حريصا على تأمين حدود الدولة الإسلامية من الشمال، فعمل على تعزيز وجود المسلمين في الثغور المحاذية للإمبراطورية البيزنطية، وأقام القلاع الحصينة التي كانت بمثابة خطوط دفاع قوية في وجه أي هجوم محتمل. لكن الرشيد لم يكن يكتفي بالدفاع، بل كان يرسل الفرسان المغوارين ليشنوا الغارات على المدن البيزنطية، يتركون خلفهم أرضا محروقة وجثثا متناثرة. المعتصم بالله. يا مولاي، لقد عذب الروم امرأة اسمها شراتة العلوية، وساقوها سبية ونكلوا بها، وقد صرخت بأعلى صوتها: ومعتصمة ومعتصمة ومعتصمة. لبيك يا أختا، لبيك يا أختا، لبيك يا أختا.
الخليفة العباسي الثامن الذي عرف بقوته وعزيمته في الدفاع عن الإسلام وفتح البلاد. كان المعتصم قائدا لا يفهم بالدبلوماسية، قاد معارك ساحقة لا تبقي ولا تذر، وحقق انتصارات عظيمة في مواجهة أعداء الإسلام حتى أصبحت سيرته ملحمة خالدة. من أشهر معارك المعتصم وأكثرها قوة كانت معركة عمورية. بدأت القصة عندما أرسل أحد حلفاء الروم رسالة استغاثة صرخت فيها امرأة مسلمة ومعتصماه بعد أن أسرها البيزنطيون وأوغلوا في التنكيل فيها. وصل النداء إلى المعتصم فاشتعل في قلبه نار الغضب وحلف أنه لن يهدأ حتى يفتح عمورية، أكبر وأهم معاقل البيزنطيين، أقسم على أن يحررها من أيديهم. حشد المعتصم جيشا ضخما لجبا لا يحصى عددا ولا عدة، وبدأ الزحف نحو عمورية. كان جيشه كالبركان الذي لا يمكن إيقافه، تقدم عبر بلاد الروم يحطم كل من يعترض طريقه حتى وصل إلى أسوار عمورية. فضرب المعتصم الحصار على المدينة وأمر بإحضار المنجنيقات الضخمة التي كانت تلقي الحجارة والنار على الأسوار، بينما كان الفرسان يقطعون أوصال الجنود البيزنطيين الذين حاولوا الدفاع. اشتعلت المعركة وتطايرت الأشلاء والدماء في كل مكان. الحديد والنار كانا لغة الحوار الوحيدة في تلك اللحظات. حاول البيزنطيون الصمود، لكن جحافل المعتصم كانت كالصواعق تحطم الأسوار وتدك الحصون. واستمرت المعركة حتى انهارت أسوار عمورية، ودخل المعتصم وجنوده المدينة كالنسر الذي يهبط على فريسته. وانتقم المعتصم من أعداء الإسلام، ومع انهيار السور تعالت التكبيرات ودخل سيل جيش المسلمين، فقبض المعتصم على حاكم عمورية الذي نزل من حصنه متقلدا سيفا، فوضع السيف في عنقه ثم جيء به حتى أوقف بين يدي المعتصم، فضربه المعتصم بالصوت على رأسه، ثم أمر به أن يمشي مغللا مقيدا مأسورا ذليلا إلى خيمة الخليفة. وبسقوط المدينة وبالقبض على هذا الرومي انتهت معركة عمورية بنصر مؤزر للمسلمين، حيث غنموا من عمورية أموالا لا تحد ولا توصف، فحملوا منها ما استطاعوا حمله. وأمر المعتصم بإحراق ما بقي من ذلك وبإحراق ما هنالك من المجانيق والدبابات وآلات الحرب لئلا يتقوى بها الروم على شيء من حرب المسلمين. ثم انصرف المعتصم راجعا إلى ناحية طرسوس في آخر شوال من هذه السنة، وسفكت دماء آلاف من البيزنطيين الذين عجزوا عن التصدي لهذه القوة الكاسحة. يا يوم وقعت عمورية انصرفت، منك المنى حفلا معسولة الحلب، لبيت صوتا زبطريا هرقت له، كأس الكرى ورضاب الخرد العرب، أجبته معلنا بالسيف منصلطا، ولو أجبت بغير السيف لم تجب، إن الأسود أسود الغيل همتها، يوم الكريهة في المسلوب للسلب، 90,000 كآساد الشرى نضجت، جلودهم قبل نضج التين والعنب، أبقيت بني الأصفر الممراض كاسمهم، صفر وجوه وجلت أوجه العربي. بعد فتح عمورية لم يتوقف المعتصم، بل استمر في توجيه ضرباته الساحقة نحو البيزنطيين. قاد جيشه نحو مدينة ملطية التي كانت أيضا من معاقلهم القوية. الزحف نحو ملطية كان سريعا وحاسما، حيث دمر المعتصم كل من حاول الوقوف أمامه. وسقطت المدينة تحت وطأة سيوفه بعد أن حاصرها وأرسل إليها صواعق المنجنيقات التي دكت حصونها. ولم تكن فتوحات المعتصم تقتصر على المدن الكبيرة فحسب، بل كان يقود جيوشه نحو والأناضول، حيث دمر القرى والمدن الصغيرة التابعة للبيزنطيين. كان جيشه كالطوفان يجتاح كل ما في طريقه، يحرق الأرض تحت أقدام الأعداء، وسيوفه لا تعرف الرحمة. وما ميز فتوحات المعتصم هو التكتيكات الحربية الذكية التي كان يستخدمها في المعارك. كان يعتمد على قوة الفرسان المدربة التي كانت تهاجم من الخلف وتباغت الأعداء، بينما كانت المنجنيقات تضرب من الأمام فتحدث الخراب والدمار في صفوف الأعداء. ولم يستطع أي جيش الوقوف في وجهه، حيث كان يشن الهجمات بسرعة وفاعلية ويستخدم كل أدوات الحرب المتاحة لتدمير الأعداء. ومن خلال هذه الفتوحات أصبح المعتصم رمزا للقوة والهيبة في العالم الإسلامي وخارجه. كان الملوك يرتعدون لسماع اسمه، وكان أعداؤه يعلمون أن أي تمرد أو اعتداء على المسلمين سيواجه بقوة ساحقة لا تبقي ولا تذر. لقد كانت حملات المعتصم بمثابة إعصار دموي يدمر كل شيء وينشر الرعب في قلوب بني الأصفر.